نهاية مغرور. في العام 73-900 كان الشاب علي أبو المنازل في جملة الضباط والعمداء الذين تم توظيفهم بعد أن أخضعوا لدورة تكوين مكثفة أهلتهم للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل. كان علي أبو المنازل في جملة شبان قدموا من كليات مختلفة ومن جهات مختلفة من المملكة. كان حاصلا على الإجازة في الاقتصاد، وقد أبان خلال دورة التكوين عن مؤهلات وعن ذكاء حاد، وهكذا تم تعيينه على رأس الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالناظور. وقد سره أن تم تعيينه في منطقة لا تبعد كثيرا عن مسقط رأسه في جيج. كان ذلك في العام 74-900. ما أن تسلم مهامه حتى باشر التحقيق والبحث في ملفات عدة كانت معروضة على الفرقة التي يتولى رئاستها. كانت النتائج التي حققها مبهرة سرت رؤساءه، وذاع صيت الضابط علي أبو المنازل وصار مضرب المثل في الدهاء والقدرة على فك ألغاز القضايا الأكثر تعقيدا. وقد مكنته تلك النتائج التي حققها من إحراز ثقة رئيس الأمن الإقليمي الذي صار يتعامل معه مباشرة في القضايا الأكثر حساسية. وبقدر ما كان ذكاؤه يؤهله لنيل المراتب الأعلى والتقدير الأكبر من رؤسائه، بقدر ما كان كل ذلك يزيد الضابط الشاب ذا 30 عاما غرورا واعتدادا بالنفس. وقد بلغ به غروره درجة بعيدة، وصار يرى نفسه الوحيد القادر على فك طلسمات الملفات المعقدة. وكثيرا ما كان الغرور جسرا وثيقا إلى الانحراف وأحيانا إلى الهلاك. لم يشذ الضابط علي أبو المنازل عن تلك القاعدة. كان مجال عمله القضايا الاقتصادية، وهو مجال للمال فيه الكلمة الأعلى، إن في الإقناع أو الإغراء أو ضرب الخصم والمنافس. وفي الناظور المتاخمة لثغر مليلية الذي يحتله الإسبان، ينشط المهربون لكل أشكال البضائع الصالح منها والفاسد، شعارهم الكسب وكفى. لا مجال في عالم المهربين للحديث عن الكسب المشروع أو الحلال حتى. بالنسبة للمهربين لكل شيء، كان الضابط المتألق أبو المنازل حجر عثرة في طريقهم. كثيرون من بينهم نالوا نهايتهم بفعل نجاحه، ولذلك رأى بعضهم احتواء هذا الضابط الشاب الذي يقوده جموح ذكائه ودهائه ونجاحاته التي تتوالى. وبالتدريج تم استقطابه إلى تلك الليالي الماجنة، حيث كان أباطرة التهريب ينفقون بلا حساب. كان المجون المطلق يؤثث تلك الليالي التي مع مرور الوقت صارت إيقاعا لحياة صاحبنا الضابط الشاب. لقد تحول إلى جليس مواظب لأولئك الذين يفترض أن يلاحقهم ويحمي الوطن من نشاطهم الذي يدمر اقتصاده. لم يتأخر تردد أصداء هذا التحول السريع في سيرة الضابط أبو المنازل، فقد صار عينا للمهربين في منظومة الأمن الإقليمي. كان يحصل على المال لقاء تلك المعلومات التي يسربها إليهم، والتي تتيح لهم القيام بنشاطهم دون الوقوع في قبضة العدالة. باختصار، صار الضابط أبو المنازل واحدا منهم. تناهى أمره إلى المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني، وتم إفاد لجنة من مديرية التفتيش العام إلى الناظور، وتبين الدور الذي قام به الضابط علي أبو المنازل في إفشال تحريات كثيرة حول عدد من المجرمين والمهربين، إن بتسريب المعلومات إليهم أو بغض الطرف عما كانوا يقومون به. عرض أمره على لجنة تأديبية، وصدر قرار بفصله وطرده من وظيفته بعد أن خام الدليل القاطع على تورطه في عدة ملفات للفساد. لم يعد أبو المنازل ضابطا، ومع ذلك فإنه لم يعد إلى فيجيج مسقط رأسه، فضل البقاء في الناظور. ظل يتردد على أصدقائه القدامى الذين جعلوا منه مخبرا لهم، فقد ظلت له علاقات في جهاز الأمن الإقليمي يحصل منها من حين لآخر على معلومة كان يتخذها بضاعته للمهربين ولذوي الأنشطة المشبوهة. طبيعي أن تتراجع مداخيله،
فهو لم يعد في الموقع ذي الأهمية الذي كان له، ولذلك لجأ إلى القيام بعمليات ابتزاز يهدد تجارا ومهربين بالإبلاغ عنهم إنهم لم يدفعوا له إتاوات هامة. وقد استفاد من ذلك بشكل جلي بعيد العام 75 900 وألف، فبعد أن استعاد المغرب أقاليمه الصحراوية تم تنظيم عملية استبدال العملة الإسبانية البسيطة بالعملة الوطنية، ولتشجيع السكان على تحويل مدخراتهم كان يتم استبدال البسيطة بهامش ربح يفوق 30%. وقد استغل مهربون كثيرون تلك الفرصة، وكانوا يقومون بتهريب مبالغ هامة من البسيطة من مليلية المحتلة ومن سبتة المحتلة، ويقومون بإدخالها إلى الأقاليم الصحراوية حيث تقوم شبكات أقاموها هناك بتحويل البسيطة إلى الدرهم وإيداعها في حسابات بنكية لهم. كثيرون تمكنوا من حصد أرباح هامة من تلك العملية التي كانت محدودة في مدتها الزمنية. وكان صاحبنا علي أبو المنازل قد لعب دور الوسيط في كثير من عمليات التهريب، وصار يظن أن كل تاجر تربطه علاقات مع تجار أو شركات أوروبية لا يخلو نشاطه من تهريب ومن خرق للقانون. ابتز الكثيرين منهم. كان في الناظور تاجر تربطه بشركات إسبانية وفرنسية علاقات تجارة قانونية، كان نشطا في تصدير منتوجات مغربية مختلفة. وعلم علي أبو المنازل من مصادر له في إحدى المؤسسات البنكية أن مبلغا هاما بالبسيطة تم تحويله إلى حساب هذا التاجر المعروف واسمه عمر المنور، فجاءه ذات صباح إلى مكتب شركته وصار يساومه بأنه إن لم يدفع له مبلغا مهما من المال فسوف يبلغ الجهات المعنية بنشاطه المشبوه مع الإسبان، بل إن أبو المنازل مضى إلى أبعد، إذ هدد التاجر بأنه إذا لم يستجب فسوف يكون سببا في انهيار كل ما بناه خلال عقود. كان عمر المنور تاجرا معروفا باستقامته وبعمله في إطار احترام القانون، وكان يعد من الشخصيات الفاعلة في الاقتصاد المحلي. كان أبو المنازل قد أمهله أسبوعا لإحضار المبلغ المطلوب، وإلا فإنه سيبلغ عنه. قصد المنور ديوان العامل وطلب منه مقابلة خارج مقر العمالة، وهكذا تم اللقاء في ضيعة تديرها وزارة الفلاحة في أطراف الناظور. كان اللقاء مناسبة حضرها رئيس الأمن الإقليمي وعدد من العمداء من الشرطة القضائية ومن الاستعلامات العامة وإدارة مراقبة التراب الوطني. كان التاجر المنور من أعيان المدينة، وهكذا أبلغ العامل وأولئك المسؤولين الأمنيين بما يتعرض له من ابتزاز على يد ضابط الشرطة السابق علي أبو المنازل. وحتى لا يعتري الأمر أي لبس، فقد قدم الوثائق التي تثبت شرعية المصادر التي جاءت منها الأموال التي تم تحويلها إلى حسابه البنكي. وبما أن أبو المنازل كان قد أمهل التاجر عمر المنور أسبوعا، فقد ارتأى رئيس الأمن الإقليمي أن ينصب له كمينا في مكاتب التاجر. بعد 24 ساعة تم زرع عدة ميكروفونات لتسجيل ما سيروج بينهما من حديث، وكان رئيس الأمن الإقليمي قد حرص على أن تتم العملية في سرية تامة. في اليوم المحدد جاء أبو المنازل إلى مكاتب شركة المنور. كان التاجر حريصا على أن يشمل الحديث كل ما سبق لتوثيقه بالصوت، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن يتسلم أبو المنازل المبلغ المطلوب بعد 3 أيام، وقد اشترط أن يتسلمه في مكان قال إنه سيحدده في اتصال هاتفي لاحق. في اليوم التالي أبلغه بأن التسليم سيتم في مقهى الريف في العروي. كان المقهى معروفا لدى الدوائر الأمنية في إقليم الناظور، كان صاحبه من بين أباطرة المخدرات هناك. تم ترتيب الكمين، أوكلت المهمة إلى 4 مفتشين رجلين وامرأتين، بينما تم التخطيط لتموقع فرقة للتدخل غير بعيد عن المقهى. باقتراب ساعة محددة للقاء توقفت بباب المقهى سيارة مسجلة في فرنسا، ونزل منها رجل وامرأة كان مفتشين للشرطة. جلس إلى طاولة في مكان يتيح مراقبة مجمل الحركة داخل المحل،
ثم بعد نصف ساعة وصلت إلى جوار المقهى سيارة أخرى مرقمة ببلجيكا هذه، ونزل منها رجل وامرأة شابين. اختار طاولة في الخارج، ثم وصل التاجر عمر المنور وهو يحمل حقيبة سوداء، جلس إلى طاولة توسطة القاعة. وبعد أقل من ربع ساعة وصل أبو المنازل على متن سيارته الفاخرة، دخل ومضى مباشرة عند صاحب المقهى. تجاهل عمر المنور، طلب قهوة وارتشفها بهدوء، كان يراقب المكان، ولما اطمأن أن لا أحد يراقبه تقدم إلى طاولة عمر المنور، صافحه وجلس في الكرسي المقابل له. سلمه المنور الحقيبة، وضعها أبو المنازل على الطاولة وفتحها، اطمأن إلى أنها تحمل المبلغ المطلوب، أعاد إغلاقها وقال للتاجر إن وفاءه بوعده بنى الثقة بينهما. ثم بعد دقائق نهض وحمل الحقيبة وتوجه نحو الباب. في تلك الأثناء أدركه المفتشان اللذان كانا في عمق القاعة، أمسكا به، حاول التفلت منهما، ولكن المفتشين الآخرين اللذين كانا في الخارج قطعا أمامه كل طريق للإفلات. تم تصفيده، والتحقت بالمكان الفرقة التي كانت مرابطة غير بعيد. في مقر الأمن الإقليمي بالناظور، وهو مكان ليس غريبا عليه، حاول أبو المنازل الادعاء بأن المبلغ المالي الذي ضبط معه لم يكن سوى تسبيق تلقاه من التاجر عمر المنور عن صفقة تجارية بينهما، كان يظن أن دهاءه سينقذه مرة أخرى، ولكن المحققين واجهوه بالتسجيل الصوتي لكل ما دار بينه والتاجر عمر المنور. أكثر من ذلك أسمعوه ما قاله في مكالمته الهاتفية مع التاجر، ولقطع الطريق أمام كل محاولة منه للطعن في قانونية التنصت على مكالماته، تم إدراج إذن وكيل الملك في الملف. ولذلك فإن علي أبو المنازل الضابط المطرود من الشرطة أيقن بذكائه الوقاد أن كل محاولة للإنكار لن تجدي نفعا. ملفات بوليسية.